مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما في برنامج الملاتي برنامج المرأة الطفل والأسرة وتواصل مباشر معكم مستمعينا بحضور خالد الوديع اللي هو أستاذ باحث في علم الأعشاب. أهلا بك سي خالد. شكرا أختي سناء. نتمنى تكون على خير وكنشكرك بزاف على كل هذه المعلومات اللي كتقدم لنا كل يوم ثلاثاء. كنتكلموا على الأعشاب الطبيعية والفوائد ديالها. اليوم غادي نتكلموا شوية على شنو هي الأعشاب الطبيعية اللي كتساعد كنعرفوا على الحمل على يعني الإرادة ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن كاين بعض الأعشاب والمواد الطبيعية اللي كتساعد على الحمل والإنجاب، وفي نفس الوقت كاين بعض الأعشاب اللي هي كتكون طبيعية ولكن كتستعملها المرأة وكتكون ضارة أولا ما عندهاش حتى شي فعالية وكتبقى يعني ديرها واحد المدة ربما تعطي واحد التأثير ولا انعكاسات سلبية على وظائف إما ديال الكلي ولا ديال الكبد. فاليوم بغينا نعرفوا ونتمنى أن المستمعات حتى هما إلا عندهم أي وصفات يعني كان مشكوك فيها أو لا فيها شي مواد طبيعية مادا بينا على أنهم يتواصلوا معنا باش تكون فرصة على كل السيدات والمستمع الأوفياء اللي كيسمعونا على أنهم يستفدوا من هاد الحلقة. فما بين وصفة طبيعية وأخرى كاين وصفات اللي كتكون ضارة للمرأة تقدر تعطي نتائج عكسية كيف ما قلنا. والمشكل هو انه كاين تقدم طبي دابا وهو كيحتاج واحد علاج. عندما المستمعات ملي مثلا كتكون تعطلات مثلا في الانجاب واحد شويه وكتبع مثلا عند الطبيب وكنعرفوا له العلاج كيطول، فملي كتجي شي وحده اخرى وكتقول لها انا مثلا درت واحد الوصفه الفلانيه ولكن عطات نتيجه، فنفسانيا السيده ما كتبغي شي حاجه اللي هي سريعه فتما فين كيكون المشكل. هما كاين شي حوايج حنا اليوم بغينا نتكلموا على شنو هما الحويجات اللي هما طبيعيين اللي ماشي كيساعدوا على الحمل بقدر ما هما كيساعدوا على الحمل في طريقه انهم كينشطوا مثلا البويضه عند المراه كينشطوا الاخصاب، يعني هادو بحال واحد الفضاء اللي حتى لو كانت مثلا تكون تبعه واحد تريتمون عند الطبيب كيساعد الا كان غنتعطلوا 50% وحنا طالعين ربما يكون العلاج 100%. نعم شكرا الاخت هنا. على بركه الله ندخلوا في صلب الموضوع. بالنسبة للحمل أصبح أمر ضروري أن الإنسان كيتزوج خصو يولد، لكن هناك كسبقتي مشكورة بأن كنا تدخل إلهي اللي لا دخل لنا فيه. لما كتدخل الإرادة الإلهية يجعل من يشاء عقيمة، هناك كتكون كاع الحيوانات المنوية في صحة جيدة كاملة، العدد المسموح للإنجاب كاين، البويضة عند المرأة مزيانة، كتستقطب الإخصاب مزيان كعمل إخصاب، فكتغيب قضية الإخصاب، هناك دخلت القدرة الإلهية. لكن الجانب اللي كنتكلموا عليه الآن هو أن عشوائية الأعشاب، انا كنسمي عشوائيه الاعشاب ان الناس كيسمعوا لان الحمد لله عندنا في المغرب ثقافه متعدده ومن بين الثقافات ثقافه الاعشاب. بكري كانوا الناس كيديروا مسخان يديروا راس الحانوت بما يسمى راس الحانوت، فيه تقريبا 100 عقار من 100 نبته وهذا شيء خطير. بكري كانوا كيعملوا 100 نبته من دقوقه. هذا دابا المسخن كتختلف من اقليم لاقليم من منطقه لمنطقه كل واحد وشنو هما الاضافات اللي كيدير. صح. فبالنسبه احنا عندنا ابحاث علميه وعندنا ناس رواد في الاعشاب في المغرب الحمد لله، من بينهم الطب العقيلي اللي كاين في سوس ناحيه ديال سوس الجهه الجنوبيه، كذلك عندنا الطب الشقروني اللي كاين في جهه ديال فاس والجهه ديال الشماليه، فكذلك المغاربه بارعين في هذا الميدان. لكن للاسف الشديد هناك دخلاء، انا كنسميهم دخلاء، مما في ذلك نساء يمتهن هذه المهنه ديال التداوي بالاعشاب وغياب الوازع العلمي يعني الوازع العلمي ما عندهمش ما حضرش. فهنا بغينا نصحوا المفاهيم وبعض الاغلاط اللي كيرتكبوها بعض النساء وبعض الرجال كذلك، لان لما كتكون ناقص عند الراجل الحيوانات المنويه السبيرماتوزويد فكيلتجئ الى الادويه اللي كتقوي هذه الحيوانات المنويه. ثم كذلك المراه اللي كيكون عندها البويضه الى اخره كتمشي كتاخذ اعشاب اللي هي هناك اعشاب كتاخذها عن طريقه علميه، كاين بعض النساء حنا ما كنعموش، لكن كاين هناك ناس كتسمع عند عطار عند عراق عند عشاب، عاد مره في السوق عاد مره في عمان، خصوصا الا كانت شي وصفه مثلا مجربه وكيشوفوا مثلا انه راه يعني واخا تكون جانب نفسي هو اللي حاضر تما ولا جانب طبي كتكون تبعها تريتمون لمده يعني مده طويله، ولكن مجرد ما كدير ديك الوصفه اللي هي جربتها واحد السيده اخرى وخذاتها هي يعني وكان ذاك الحمل في ذاك الشهر فكتنسى كاع ذاك الشيء اللي دارت وكتمشي غير هذيك الوصفه. اشرتي لواحد النقطة إيجابية، في غياب الفحوصات الدقيقة للمرض، هذا كنسميه مرض، فالإنسان ما خصوش يغيب على الفحوصات الطبية، أولاً التحاليل الطبية يتبع بالحرف الواحد، يعني السبب العقم شنو مين؟ التشخيص مبكر، نعرفوا واش من المرأة أو من الرجل، هناك نساء طلقوا وتزوجوا وولدوا.
هناك رجال كذلك طلقوا نساء وزوجوا ولدوا، فلما كنعرفوا الداء سهل الدواء، خصنا نعرفوا المصدر ديال يعني خاص التشخيص الطبي وفي نفس الوقت الجانب النفسي، وعاد ديك الساعه نشوفوا واش كاين حمل ولا لا. ثم كان لما كان لنا الطب قطع اشواط في هذا الميدان، ومشكورين الاطباء والدكاتره ديال المغرب الحمد لله، يعني درسوا وبحثوا في هذا الموضوع هذا. لكن هنا كنتكلموا على بعض الاشياء التكميليه اللي كتحفز، بحالاش مثلا اعشاب اللي كتحفز الهرمونات على المراه والرجل؟ بحال مثلا اعشاب كثيره من بينها، يعني هنا ما نقدروش يعني نخصوا عشبه للمراه او عشبه للرجل، لان كله البنيه ديال الجسم ديالها. كنسمعوا في الغالب على انه السالميه ما ردوش كيزيدوا من نشاط الهرمونات. اي نعم، فكما سبق لنا قلنا بان لما كنستعملوا السالميه بواحد الشكل اللي هو معقل انه الشكل علمي، فهي كتحفز كذلك على تسخين البويضه، وكتحفز كذلك على النشاط الجنسي عند الرجال، وبالتالي يوقع حمل باذن الله تعالى. يعني السالميه وما ردوش، يعني هادو امنين، اعشاب امنه. نعم. ممكن واحد يستعملهم. نعم. الطريقه ديالهم واش بحال يعني الماء ولا بحال اللي كنعمروا اتاي؟ بحال نديرهم في واحد كاس ونخوع عليهم الماء واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، يعني ممكن يتشربوا بشكل يومي بحال اللي كنشربوا اتاي. عادي. هذه بالنسبه للسالميه وما ردوش. نعم. هادو يعني بحال اعشاب طبيعيه اللي كتساعد على الحمل والانجاب، الا ما كان حتى شي مشكل طبي. نعم. كتزيد من نشاط هذا الهرمونات، يعني. نعم. البويضات والحيوان المنوي. نعم. واخا بالنسبه كاين كذلك بالنسبه للمساخن اللي كنت ذكرتي، وحنا معروفين يعني من زمان على انه دائما يعني المساخن كيتستعملوا هكا بالنسبه يعني للمراه المساعده اللي باش يساعدوا على الحمل. نعم. غير هو قلتي قبيله لانه راه هذوك المساخن كيكون فيهم كميه كثيره ديال الاعشاب. نعم. وديال العطريه، وكاين حويجات منهم مجهدين ولا صعب على ان الواحد ياخذهم ويستهلكهم بشكل كبير. نعم. بالنسبه احنا مقبلين على شهر عيد الاضحى ان شاء الله، وكنعرفوا هناك الناس كيديروا القديده والمجبنه، كنعرفوا المجبنه. فهناك نساء متخصصات في المساخن كيعمروا بها المجبنه، وكيقولوا بان المراه اللي عندها نقص في الهرمون او غير ذلك كيعطيوها هذيك القديده. فالنساء ديالنا زمان كانوا فنانات في هذا الجانب هذا، وكانوا كيصيبوا داك الشيء في الدار، يعني ماشي غادي ياخذوا ما كيشوش من السوق عند كذا شي مصيبه لحق. فهنا غلب الطابع التجاري، غلب على الطابع، فالناس ولات باغا على الفلوس، كتلقى دير برميل عامر بالمساخن وكيبيع في الاسواق للناس. فالنساء لما كيستعملوا هاد المساخن بالطريقه المدروسه وبالطريقه العلميه وبالمقادير متوازنه، فكتكون النتيجه مزيانه. لكن لما كنستعملوا حنا اعشاب اللي هي سخونه بزاف، كما سبق لنا قلنا في الحلقات السابقه، كاين اعشاب رافعه خافضه، كاين اعشاب اللي كتكل كتطلع طنسيون، ممكن تكون في هاد المساخن هذه والناس ما كيعرفوهاش. وهنا بغينا نشرحوا المفاهيم، بحال مثلا الناس كيديروا اليازير، كيكثروا من اليازير، كيكثروا من الخزامه، كيكثروا من لسان الطير، كيكثروا من العفصه، كيكثروا من هادو شويه سخان وشويه مجهدين قويين. نعم. خاص ياخذوا يتخذوا بالعبار بالمقادير، وثم نراعيوا الخصوصيه ديال الشخص اللي غنعطيوه هاد التركيب هاد المساخن. مثلا واحد عنده فقر الدم، عنده ضغط دموي، عنده قصور كلوي، عنده كبد، عنده عصب في المعده. عنده يعني الا كانت مثلا كيف قلتي مثلا. نعم. في هاد الاطباق اللي كيداروا مثلا في عيد الاضحى ولا. نعم. في العواشر، يعني ممكن واحد غادي يدير فيها مثلا هذاك الطبق يدير فيه مثلا مساخن، ولكن ماشي بواحد الكميه كثيره. نعم. لانه كيتقاسموها الافراد كاملين، كيف ما قلتي كاين اللي كيكون فيه التونسيون، كاين اللي كيكون فيه مثلا. نعم. القلب ولا شي حاجه، يعني غتكون غير واحد الحاجه اللي هي قليله. نعم. ثم ان النساء زمان كانوا كيعرفوا الاعشاب، كانوا كيعرفوها بالحرف الواحد، فهمتي، لان المساك يقول تسال مجرب لا تسال كلام كيقولوا الناس، معناه في التجربه ديال القديمه. اما دابا تسال الطبيب، لان الطبيب هو الاول فحص اللي كيبين لك مدى خطوره المرض او مدى سلامه المرض. نعم.
اذا تكلمتي على انه مسخن خصنا نعرفوا شنو ناخذوا فيهم الافضل لانه يتصيبوا عند ناس اللي هما متمكنات سيدات يعني كانوا معروفين بالنسبه لانهم كيصيبوا ما لحقهم طريقهم حوايج اللي هما مصيبين في الدار يعني ما يتخذوش طريقه عشوائيه من عند العطاره. بالنسبه اللي قلتي كذلك السلميه ومرض الدوش هما مهمين بزاف ناخذوهم بشكل سليم وامن يعني كاين اعشاب من بينا غادي نصردوها ان شاء الله تفضل لانه الوقت ما غاديش يبقى اللهم مثلا عشبه الجانكو جانكو هاد العشبة هي عشبة مستوردة وصبحت في المغرب تغزيل آسيوية آسيوية نعم فهي صبحت تغزيل أسواق المغربية فهي كذلك تحفز على النشاط الجنسي لدى الرجال وعند تنشيط البويضة عند المرأة هي شكل دالة دير بحل طحالي بحل نعم فثم عندنا كما سبقنا بين العسل ومشتقاته عندنا مثلا بحل البروبوليس البروبوليس هو كذلك من أجود ما يكون في بالنسبه لتحفيز الهرمون الجنسي عند المراه وكنشط البويضه باش تشد يعني هاد المشتقات ديال العسل كلهم حتى هما ممتازين وامنين يعني ممكن كيف ما قلنا هذوك حبوب اللقاح هذاك طلع النخيل يعني كاين بزاف كاين بزاف ديال بحال مثلا حبوب اللقاح البولين حبوب اللقاح كذلك عند المراه كذلك عندنا خنجلان اللي هو صبا هو ماشي مغربي هو اسيوي داخلته وخنجلان كنعرفو احمر كيشربوناش كمشروب هو يضاف مع الماء سخين او مدقوق وياخذوا منه نص ملعقه صغيره ويشربوها مرتين في اليوم فوق الاكل ممتاز كذلك. يعني هادو كلهم كيساعدوا على التنشيط يعني البويضه وتقويه الحيوان المناوي نعم بالنسبه لهذاك اللي قلنا بحال لفت جينسينغ فهنا كن كي سبقت الاشاره في الحلقات الماضيه بان تكلمنا على حتى هو دابا كاين في المغرب يعني موجود في المغرب لانه اسيوي واجوده هو الاحمر باش الناس يعرفوا القضيه الاحمر راه عنده واحد الريحه عجيبه هو المزايا ديالو كثير ومن بينه هو محفز كذلك السبيرما زوج الحيوانات المنويه وكيساعد على الانجاب هذا هو الشكل ديالو الطريف بحالو بحال اللفت وعلى ذكر اللفت عندنا في المغرب اللفت المحفور حتى اللفت المحفور فهو كيساعد كذلك على الانجاب واللفت الابيض كذلك يساعد الانجاب نقدروا نديروا حلقات على اللفت المحفور وعلى اللفت الابيض من بين المكونات العلميه واخر الابحاث والدراسات اللي قاموا بها الباحثين مشكورين في هذا الباب يعني هاد المواد كلهم اللي ذكرتي دابا يعني طبيعي ممكن نستعملوهم بشكل يعني يومي وناخذوهم سواء بحال هكا مثلا غير هو مع المتابعه الطبيه باش يكون واحد التوازن نعم ما نبقوش يعني غالبين غير على وصفه ونتسناو النتيجه ونتاخروا في العلاج الطبي واخا غادي ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه معنا سكينه من مراكش الو السلام عليكم وعليكم السلام سكينه كيدايره لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك عافاك بغيت نسول الاستاذ حتى الجلوتين بالنسبه للاطفال واش كاين شي علاج طبيعي ليها المشكل ديال الجلوتين ديال القمح ياك اييه عندنا واحد البنيه عندها 5 سنين وبغينا نعاونها بشي يعني في مواد طبيعيه يعني تعالجها شويه من الحساسيه ديال الجلوتين وبغيت نسول على حبوب اللقاح واش مزيانين ليها واخا شكرا اما بالنسبه لكل انواع ديال القطاني والحبوب فهي امنه وسالمه بالنسبه للاطفال فاذا استعملنا الحبوب بما في ذلك القمح الطري القمح العادي القمح الصلب فهذا كله يساعد الاطفال على النمو وبالتالي كذلك كيقوي لهم جهاز ديال هذا بالنسبه يعني الاشخاص العاديين غير هو بالنسبه لهذه البنيته هي قالت على انه راه كاين ذاك الحساسيه من الجلوتين يعني كيكون نتيجه واخا بالنسبه للحساسيه الغذائيه من الجلوتين ربما ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا عليها ان شاء الله مع الاختصاصيه ديال التغذيه غادي تكون باش تعطينا شي حوايج اللي ممكن يكونوا بدائل بالنسبه لحبوب اللقاح شكرا على هذا اطارك لهذا الموضوع لان خصنا نعرفوا طبيعه البرنامج الناس ما يخرجوناش على الاطار نبقاو في صلب الموضوع باش ما يوقعش واحد الانزلاق في الكلام لهذا كنبغي انا مثلا تكلمنا اليوم على الجانب ديال العقم نبقاو في هذا الجانب باش تكون واحد استفاده عامه وشامله وكامله ونتمنوا لانه كاين كثير من المستمعات اللي ما كيشدش ليهم التليفون فغادي نحاولوا ان شاء الله بالنسبه للتساؤلات المستمعات نجاوبوها ونخليوها الحلقات ويفهموا هذا الوضع يفهموا نعم ناخذوا مكالمه اخرى اذا سمحتي خليك معنا ايمان من مراكش الو
الو السلام عليكم. ايمان من القنيطره كنعتذر. مرحبا بايمان. شكرا سناء. فرك الله يبارك فيك. لا خطيك. عافاك. بغيت نسول الاستاذ الباحث، عندي كيس الوالده ديالي عامر بالدم، ومشيت للطبيب وعطاني الدواء وما دار لي حتى شي حاجه، ما ولدت ما والو. اي نعم. شحال العمر ديالك خويا؟ عمري 30 سنه. اي نعم. وديجا والده عندي، ولد عنده 4 سنين. اي نعم. واخا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مشكوره ايمان. ناخذ خديجه من تاونات. الو الو خديجه. الو صباح الخير لاله سناء. صباح النور. راسك مبروكه. الله يبارك فيك. ان شاء الله وطلع يا ربي. امين. حنا وانتم ان شاء الله. حاضر معك ان شاء الله. تمنى الصحه. الله يخليك خديجه. تفضلي. هذاك السنه انا عندي واحد اللوصه على حسب، قال لك كتصلح الدراري على حسب الصحه والطول. عندي مكونات ديالها عندي ولكن ما قديتش نديرهم. اييه هذه بالنسبه للاطفال قلت النمو. قلت لا على حسب زعما كيفاش كيطوالوا الدراري وكيصحاحوا. واخا فيها رشم القمح. ورشم السوجه. رشيم. اييه. ورشم اللان. ورشم العدس. اييه. ورشم الحمص. وفيها زريعه الكتان وجنجلان. قال لك كناخذوا داك الشيء كله تنبيتوهم في الزك في الماء. ومني كنفزقوه في الصباح كنحيدوهم من الماء ونخليوه حتى كيدير نباته. من بعد كنسخطوه في الفران ونطحنوه ونخلطوه مع الجنجلان ونطحنوه ونبقاو ناخذوه ثلاثه المرات في النهار في الصباح مع معلقه العسل البلديه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. واش هاد الوصفه زعما مزيانه ولا؟ واخا يعني هادو هاد المكونات كلهم اللي ذكرات دابا يعني واش كنا قبيله قبل البت كنا تكلمنا على رشيم القمح. رشيم القمح حنا بكري كنا كنعرفوا كاين بركوكش. كيعرفوه الناس بركوكش. كانوا الناس مثلا البلبوله الناس كيبيعوا السيكوك وداري. البلبوله راه هي في حد ذاتها راه رشيم فهمتي. فلما كنديروا مثلا رشيم القمح رشيم الذره رشيم رشيم السوجه رشيم الحلبه ورشيم فهاد لما كنخلطوا هاد العناصر كلها فهذه خطيره. هاد العناصر كلها خطيره يعني قويين بزاف الا تخلطوا كاملين. ما معنى رشيم؟ يعني العشبه كتكون ناعسه او النبته كتكون ناعسه فلما كنعطيوها هذاك الماء كتهيج. اللي هي جين ديالها هو ديك النبته اللي كتخرجها بان انا راني باغي نخدم بالمفهوم. فالناس لما كياخذوا رشيم ديال القمح رشيم ديال الذره ورشيم ديال كذا فهذه كلها اشياء مهيجه ومقويه بالنسبه للاطفال وكتشكل عليهم واحد الخطوره. فإلا كان لابد من ذلك تستعمل جوج. يعني تختار ما يكونوش مخلطين كاملين. مخلطين كاملين نعم تستعملهم فهو امين ان شاء الله باذن الله. يعني بحال مثلا هذه الوصفه اللي عطاتنا اللي فيها رشيم القمح والسوجه والعدس واللان والحمص وزريعه الكتان والزنجلان. نعم. هادو فعلا هادو كلهم مواد اللي هما مجهدين بزاف خاصه بالنسبه للاطفال. كيكونوا مجهدين اللي كيكونوا كاع باقيين صلبين ما بالك اللي كيصبحوا. نعم. يعني سواء الكبار ولا الصغار الا بغينا مثلا هذه الوصفه اللي هي مزيانه كتقوي جهاز المناعه ومزيانه النمو. نعم. وهذا ناخذوا مثلا غير جوج اقتراحات منه. جوج اقتراحات دابا اما القمح مع السوجه ولا العدس مع الحمص. نعم. ولا زريعه الكتان مع الزنجبيل. نعم نعم. حيت خص الناس يفهموا هذه القضيه بان لما كنقولوا مثلا نسبه اليود في هذه العشبه او الكالسيوم في هذه العشبه عاليه راه ماشي معنى وهذه تاهي فيها الكالسيوم وهذه فيها الكالسيوم وهذه فيها الكالسيوم وهذه فيها الكالسيوم. لما غتجمع عندنا 100 تعطينا واحد افراط مثلا في هذا الفيتامين ولا افراط في هذاك الكالسيوم. صح وكيشكل خطر على الجسم. وانا كنشكر هذه المستمعه اللي تواصلت معنا وهي قالت لي قبل ما نديرها بغيت غير نستشر. نعم. فكنشكرك بزاف على هذه درجه الوعي الحمد لله اللي صبحت عند المستمعات والمستمع الاوفياء. غادي ناخذ وفاء من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام وفاء. كي دايره اختي سناء؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا على هذا البرنامج. بارك الله فيك. الله يخليكم علينا. الله يخليك. بغيت نسولك على واحد المشكل عندي في وجهي. نورمالمون وجهي انا ابيض. ولكن جات لي جو ديالي وصافي دابا ان نو تكونوا لي واحد جوج كلفات كحلين كيف باينين. قالوا لي بانني واحد الوصفه ما عرفتش بغيت غير ياكدها لي الاستاذ. فيها الودع مطحون والطين ابيض ونحمص مطحون وتخلطوا مع الماء واش نعرفوا واش نيت نقدر نديرها او لا. سينو يعطيني شي حاجه اللي تقدر نديرها غير هذوك الكلفات تحيدوا ذاك لي طاش نديرها للوجه كله. واخا وفاء بالنسبه للتجميل وخصوصا القضيه ديال الكلف في الوجه راه خص الناس المسلمين يعرفوا واحد القضيه راه كاين امراض باطنيه وكتخرج الاثار ديالها على الوجه. هذا راه جانب كيغيب على بعض الناس ديال التجميل.
فعلا احنا دائما كناكدوا عليه. وبالنسبه للاشخاص اللي هما عاديين غير هو مثلا غير مع الشمس مثلا كحلت ليهم واحد البلاصه يعني ديطاش في الوجه ديالهم ولا كانوا كيديروا مثلا شي كريم وتعرضوا لاشعه الشمس بلا اكرون حتى هو كيعطي هاد ليطاش يعني كاين شي حويجات هي سولات مثلا هاد الوصفه لانه فعلا كنسمعوا هاد الودعاء غير هو لانه دابا ولا قبل كان كيتخاد وكيدار مثلا مع الحامض وكيتسنى حتى كيذوب هذيك الساعه كيستعمل ولكن مؤخرا لانه ولا كيتخاد غير مع الاعشاب مطحون مصيب وما كنعرفوش المكونات ديالو احيانا كيديروا فيه شي مواد باش كيبقى صلاحيه كيبقى بحال مواد حافظه باش كيبقى وبالتالي يعني كيعطي نتائج عكسيه على البشره. نعم بالنسبه نقدروا نوريو بسرعه البديل الاخت ديالنا الودعه تشريها طبيعيه وتدقها هي مزيان يعني بيضاء بحال الدجاج معروفه تباع تدقها مزيان تضيف لها اللي تبغي تستعملها تضيف لها الحامض والماء تذوب وتضيف لها الحامض لا تدقها ما تذوبش تذوبها وتضيف لها الحامض والماء ورد وشويه ديال الزيت البلديه وتستعملها كقناع البلايص اللي كاينين فيهم ليطاش لا دير تستعمليها كقناع كامل الوجه لماذا؟ لان باش توحد عند اللون يعني ربما يضغط الجانب البياض على ديك البلاصه وتولي عندها مشكل نعم باش توحد اللون. ما بالنسبه لهاد الوصفه اللي فيها الوداع والطين والحمص مطحون لا مزيانين عاديين عاديين واخا مستمعه كانت تواصلت معي على قبل في الفيسبوك على قبل واحد العشبه وكتسول واش مزيان البوصفار ولا لا ما عرفتش واش قلبت واش افصاد ولا اصفاد أصفاد. الأصفاد هي هي عشبة شبيهة بالسلسلة فهاد العشبة هي مرة فمعرفش معرفش الناس واش غادي يعرفوها ولا لا لان دائما انا كنحاول نبعد باش ما نعطيش بعض العشبه باش ما يوقعوش غلط مثلا تقدر يكون واحد ما يعرفش الشكل ديالها ولا اي نعم هذا هو الجانب التريوت وهذا هو الجانب اللي خلاني انا كنشجع على الاذاعه المحبوبه ديالكم لانه كل حاجه كثيره كتوضحوا وكتخدموا بتريوت وبعقلانيه وكتحاولوا تبينوا للمستمع والمستمعات الاعشاب السليمه وهذا هو هذا هو الهدف ديالنا هو الهدف ديالكم نعم بالنسبه لهاد نعم بالنسبه لهاد السيده هذه اولا بوصفير خص تشخيص طبي نعرفوا النتيجه منين جايه الاسباب ديال البوصفير ثم غنعطيوها بعض الاعشاب اللي غتعاونها بجانب الادويه الطبيه وهي سليمه يعني واخا تستعملها فهي سليمه. كانت واحد الوصفه كانت نيس عطاتها مستمعه وهي مجربه نسولوك نيس بما انه انت حاضر معنا فيها العسل الحر مع الحلبه مطحونه ويعني كيتخلطوا كيتجمع بهذاك العسل وكيدار منهم كويرات وكيبقاو تخادوا في الصباح نعم صحيح وكيحيد بوصفه صحيح ثم الشعير ثم لضفت الشعير مع الحلبه مع العسل ومع حبوب اللقاح واستعملت لان هذا مرضي الجهاز الهضمي هذا واخا عاود لينا لو سمحتي الشعير المطحون ودير حبوب اللقاح ودير الحلبه والعسل وديرهم على شكل كويرات كيف سبق قلتي وتستعملهم قبل الاكل ثلاث مرات حتى الاربعة المرات في اليوم ان شاء الله فهو امن وممتاز واخا ناخذ خديجه من الدار البيضاء الو عليكم وعليكم السلام دايرين بخير الحمد لله الله يبارك فيك بارك الله فيك شيف الله يفرح بك اليوم وكنشكر الدكتور الباحثه الله يبارك فيك شكرا لك بزاف خديجه الله يجازيك بخير وشكرا للبنة اييه مرحبا الله يحفظك اختي انا ذاك الاسبوع شديت باش شي التليفون عندي قرحه في فم المعده 5 سنتيمتر ومشيت عند غاسترو داير الراديو داير التيبو بغيت شي حاجه الاعشاب ويقول تنحط له باري باش نكتب واخا اختي نتمنى لك الشفاء ان شاء الله ويكون خير نديرو عليكم راه خوتنا نتوما يلا ما كاين حتى مشكل خذي راحتك نتمنى لك الشفاء ان شاء الله الله يبارك فيك يا ربي امين بارك الله فيك قرحه فم المعده وهي قالت لك كان سبق لنا بينا بعض الاعشاب فبالنسبه للقرحه المعده فهذا مرض يعني ما عرفتش السمك وما عرفتش ال قالت لك 15 تقريبا نعم بقى معنا على الخط الاخت قطعت لا انقطع الخط اي فبالنسبه بصفه بالنسبه للقرحه ديال المعده قلنا الناس يولوا يستعملوا النبق ويستعملوا كذلك الخروب ثم عصائر التفاح بالثوم نعم عصائر التفاح الخروب والنبق هادو مهمين بزاف مهمين واش يتخادو بحال اللي كنا في الاول يعني عندما نزرعها كنا كناخذوهم ولكن دابا ما بقيناش كنستعملوهم بالمره يعني ناخذو مطحون
لان باش يسالي النسمه فيما يبقى ينضاغ ما فيما يبقى يسحاق ما بقاش ما بقاش عنده الوقت للنضيغ للاسف الشديد. وهذاك حتى عمليه النضغ ملا ما كينضغش مزيان ما كيتلذذش بالماكله فعلا وما كيهضمش مزيان ما كيهضمش مزيان كتولي يعني ناخذ نضغ الخروب ونجيبوا الفطر والاقدام نطحنوا ونستعملوا ثم الاستعمال الا سمحتي الطريقه الاستعمال ديالو مثلا دائما قبل الاكل قبل الماكله يعني مثلا واش نطحنوا غير اللي كفانا هذاك النهار ولا مثلا ممكن نطحنوا واحد الكميه مثلا واحد 5 درهم نبك 5 درهم خروب يطحنوا مزيان نديروا كاع نص كيلو مثلا ويداروا في واحد القرعه كيتسدوا مزيان ونبداو نهزوا منهم معلقه صغيره صافي معلقه صغيره قبل مرتين في الماء لانه صعيب يعني هو لما كنديروا هو شويه في الماء كيعطيك بحال الكول كيلصق كيلصق فهذاك هو العلاج اللي كيحتوي عليه هذا النبق يعني تخلط في الماء ممكن يشرب واحد كاين اللي ما يقدرش يصفه ولا يمشي يشهق ليه تخلط في الماء تخلط طبيعي لو كيلصق هو وراه عندك ديروا في الماء يلصق الماء هذا بالنسبه من جهه ممكن تستافد من هذه الوصفه ديال النبق والخروب مطحونين ثم لما تاكل الماكله عصير التفاح التفاح الحمد لله عندنا موجود في المغرب اي لون اي لون ديال التفاح خضر الاحمر الجلوف ديالو وتاخذ فص ديال الثوم فص ديال الثوم وتخلطوا معاه وتشربوا فوق الاكل يعني عصير ديال التفاح مع الثوم ممتاز للجهاز الهضمي ككل خصوصا القرحه ديال المعده واخا نتمنى ان شاء الله تطبق هادو لانه مواد طبيعيه وامنه نعم. ناخذ مكالمه اخرى الو معنا ربيعه من فاطمه من وجده الو السلام عليكم وعليكم السلام فاطمه كي داير لاباس الحمد لله الله يبارك فيك شكرا كثير على البرنامج انا بغيت نسول الدكتور اياه الاستاذ الباحث اياه تفضلي انا يا ما عمري 25 سنه ما وكما قلتي اللي قال لي شي عشبه كان شي كنديرها حاليا اضطر لي كثير على ولا لي اعراض جانبيه ديك العشاء اللي كنت كناكل هو المشكل ولا لي الاعصاب تقدري تورينا هاد الاعشاب باش الناس ياخذوا الحيطه بحضر منها لان ضرات قلتي ما يوقعوش غلط اخوان خويا نعم مثلا كليت الحبق مطحون في العسل الزريعه حياه النفوس زريعه مطحونه جزر مطحون حليب مع القرفه حمص كرافس كبير يعني جميع الاعشاب اللي كانوا يقولوا لي المهم انا اختصرت ما انا وكان ممكن اعشاب كثيره اي نعم كثيره بزاف والحاجه اللي قالوها لي درتها وحاليا صحتي ما نقدرش عليها تطورت كثير اي نعم بسبب الاعشاب حاليا كان كرهتني في الاعشاب نعم للاسف الاخت الكريمه قولي واش درتي التحاليل بانك انت اللي ما كتولديش ولا الزوج ديالك انايا عندي شي مشكل صعيب بزاف قال لي الدكتور انا خصك الزرعه وخص بزاف ديال الحوايج مادام الاطباء نصحوك بعمليه الزرع عمليه الانابيب ياكل ف يعني تجي للطبيب فهي لان الاطباء هم اللي حددوا لك بالضبط خصوصا وانه كاين هو واخا فيه مصاريف فيه امكانيات ولكن نعم. يعني الحمد لله الطب تقدم بواحد الشكل اللي هو نعم. متطور بزاف نعم باش ما تبقيش لانه كيف ما قلت هو هاد الاعشاب بهذه الطريقه لانه هي احسن العون يعني اي ام نعم. تبغي تحلم انه تكون اي زوجه تبغي تكون ام نعم. فكيف ما قالت فاطمه انه بمجرد كتكون شي وصفه وخاصه ملي كتقول لك راه مجربه هو راه غير الجانب النفسي لانه كيصادف في هذيك الوقيته واخا كتكون السيده دايره علاج مع هذه الوصفات نعم. يعني كتعطي النتيجه فكتحس على ديك الوصفه ماشي بحال مثلا الحوايج اللي هما طبيعيين بحال السلميه ما ردوش هادو كيساعدوا كيحفزوا ماشي كيعالجوا اولا كيعطيو العلاج واخا لو سمحتي سي خالد عندنا فاصل اعلاني ورجعنا لكم مستمعينا دائما مع خالد الوديع استاذ باحث في علم الاعشاب دائما استقبل مكالماتكم الهاتفيه قبل ما ناخذوا اي مكالمه بالنسبه لخديجه كنظن ايمان من قنيطره اللي عندها المشكل ديال كيس في الرحم وقالت انه عامر بالدم يعني هي اكيد لانه متبعه ومتمنى انه تبقى متبعه العلاج الطبي شنو هما الحوايج اللي ممكن يساعدوها على الاقل التخفيف ولا العلاج ولا التدويب هذاك الكيس نعم ممكن يكون علاج باذن الله تعالى وما ذلك الله يبارك عزيز ان شاء الله فبالنسبه للاخت الكريمه اولا تشخيص ديال الطبيب المشرف على العلاجيه لها لا بد تبقى يبقى حاضر ثم كذلك عندنا عندنا كذلك العسل ديال الدغموس ايه عسل ديال الدغموس فهو ممتاز
الامراض ديال الرحم. يعني تاخذوا يوميا ولا تنبيه ولا لا تستعملوا كاكل استعمال استعمال داخلي الصباح ولا في يعني على ديروا مرتين في اليوم قبل الاكل فتستعمل ثم دير البروبوليس وتستعمل كذلك حبوب اللقاح فهاد المنتوجات كلها طبيعيه وبالنسبه لمرض الدوش ولا السلميه ممكن تيتعمل بهم تستعملوا تدير يعني حتى هما كيساعدوا في مشكل التكيس المبيض ولا ممتاز استعملوا حتى النعناع بعض الناس كيقول لك النعناع بان كيدير الغازات بالعكس هو طارد للغازات يمكن هذا الشيء حر واقيلا هو منشط جنسي بالنسبه للمراه ولا بالنسبه النعناع يعني بالانواع ديالو كامل انه دابا كل منطقه وكنقولوا النعناع زياني ماشي هو ديال البور ماشي كاين اشكال كثيره غير هو ما تكونش في ديك المبيدات لان الناس كيتخوفوا من النعناع حاليا بيو ما يكونش مرشوش بيو يكون طبيعي فاللي كيكون مرشوش الناس كيتخوفوا منه نعم واخا ناخذ خديجه من اكادير الو الو خديجه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خديجه من اكادير انا وكنشكر الدكتور اللي معك الله يبارك فيك استاذ باحث في علم الاعشاب تفضلي خديجه شكرا بزاف الله يبارك فيك دابا انا 8 سنين وانا مزوجه وعندنا المشكل ديال الاولاد ومشكل ماشي فيا مشكل في الزوج ديالي عنده الحيوانات المنويه ما عندوش كاع شحال العمر ديالو العمر ديالو 42 العمر ديالك انت اختي انا دابا 25 نعم ايوا درنا كلشي التحاليل هذا وعنده مشكل هو ديال هذا ديال الغدد هذاك هو اللي قال لنا الطبيب هذاك هو المشكل ديالو قال لي نهار يتحركوا الهرمونات ديال الغدد راه غادي يكونوا الولاد اللي تصنع اللي تصنع الحيوان المنوي نعم 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 بالنسبه لهذا الجانب هذا بالنسبه للزوج ديالك خصو يستعمل بعض الاعشاب بجانب التعليمات ديال الطبيب ديالو المشرف عليه فهمتي ما ينساش هذا بحال غادي غير يحفزوا شويه يساعدوا تما في العلاج نعم كمكملات غذائيه نعم نعم بحال اش دكتور انا غادي نعطي الاخ ديالي مثلا يدير يكثر من العسل ومشتقاته ويكثر كذلك من جينسينغ ويكثر من اللفت المحفوري واللي يستعملوا في 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 المأكولات يعني جيسين كيعوض اللفت المحفور كيعوضوا نعم دراسه حادثه بان باش ما يبقاوش الناس يسمعوا دابا جينسين وبداوا يرفعوا في الثمن فيه نعم فاللفت المحفور فهو عنده نفس الخاصيه نعم ويستعملوا الرجال والنساء كذلك غادي يلقوا واحد القدره جنسيه لا مثيل لها يعني اللفت المحفور ولا جينسينغ وكلا قلتي لنا العسل مشتقات العسل البروبوليس نعم حبوب اللقاح نعم هادو مزيانين ليه بالنسبه لهذا المشكل عنده بالنسبه ليه هو ثم يبقى مراقب التحليلات ديالو كل شهرين يعاود التحليل يشوف واش كي واش كاين تحسن واخا ان شاء الله ناخذوا اخر مكالمه معنا كريمه معنا كريم من جراده كنعتذر الو البكاي اييه من جراده مرحبا الله يبارك فيك مرحبا بخويا نشكركم على البرنامج الشيق العفو الله يبارك فيك تفضل كتشوقونا في الاستماع ديال صديقي مرحبا بكم مرحبا استاذ الله يخليك عندي لا كرياتين ولا في ديرك بزوج طالعين هذو انت على ميد راديو الاذاعه القريبه لكم مرحبا بكم الله يعطيك راضي الله يعطيك مرحبا بخويا مرحبا استاذ مرحبا تفضل قلت لك عندي لا كرياتين وي ولا في ديرك بزوج طالعين عندي في الدماغ استاذ الله يوفقك ان شاء الله ريجيم ولا كاين شي حاجه حتى نديرها بزوج لاج ديالك شحال؟ لا في ديرك لا العمر العمر ديالك العمر 53 سنه كتوزن عندك البدنه؟ ها؟ وزن في الجسم ديالك؟ نوزن 75 كيلو 75 نعم النيتو 60 نعم عندي شويه الميزان عالي واخا واخا راني حاسس به واخا نفيد خويا مرحبا بك الله يعطيك الخير كاين سؤال اخر مرحبا كاين شي سؤال اخر والله ما سمعتك شي زين واش عندك شي تساؤل اخر لا صافي هادو زوج اللي عندي الله يعطيكم مرحبا كنشكرك بزاف على تواصلك معنا من جراده وكنشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء اللي كيتواصلوا معنا دائما لو ما بقاش لنا الوقت نجاوبوه بصحه ايه تفضل انت بالنسبه لك غادي تستعمل الكرافس الجدر ديالو الساق ديالو الاوراق ديالو اللي حصلت ومن الاحسن تستعمل جذور الكرافس يعني تقرطوا ترونشيات صغار تيمورسو وديروا في واحد الاناء على شكل مريم وتبخ بواحد الشكل بارد وتولي تشرب منه
مرتين او ثلاث مرات في اليوم. الا عندك التذوق ديالو تشربو طبيعي ناتورال بحال هكاك ممكن، يعني ما قدرتيش له ضيف له بعض القطرات من العسل واستعمله فهو امن، فهو غادي ينظم لك هذا النوع من يعني الكرافوت بالجذور ديالو، بالجذر ديالو يطبخوه ويشربوه راه ممتاز. لان الاخ الا بقى على هذه الحاله يتصاب، ما عرفتوش واش تصاب لاغوت داء القرص لاغوت، لان هذه اشاره لاغوت. وهذا بالنسبه للكرافس، لانه ذكرتي الكرافس واش مهم بالنسبه للناس اللي عندهم كوليسترول؟ الكوليسترول الكرافس ممتاز، الكرافس حتى الناس كذلك يستعملوا، راه كيساعدهم من يعني كيحفز سوا الهرمونات عند الرجال او عند النساء. فلما كنستعملوا كرافس مطبوخ وكون كنسطرنا الجدر ديالو بالاخص، لان الجدر ديالو هو اللي هو فيه القوه العظمى كاينه في الجدر ديال الكرافس. الجدر ديال الكرافس يتقرط بتيمورسو ويستعمل فوق الاكل مرتين في اليوم ان شاء الله. خالد الوديع استاذ باحث في علم الاعشاب، كنشكرك بزاف على كل هذه المعلومات وعلى هذه النصائح فيما كيتعلق بالاعشاب، وكنشكرك كذلك كل المستمعات والمستمعين.